اليوم بنهتم بإذن الله تعالى. يوم الاثنين إن شاء الله بيكون عليك وظيفة على موضوع الفايلز، وبيكون عليك كويس برضو على موضوع الفايلز، وظيفة وكويس على موضوع الفايلز رح يكون عندك يوم الاثنين بإذن الله تعالى. الويب ستيتمنت ضلت علينا من هذا الموضوع، ممكن أعمل open للملف باستخدام with statement with expression as variable، نفذ إشي معين. شو اللي بيصير بالwith؟ إنه أنا مش ضروري أعمل close، خلص لحاله بيعمل لي close لهذا الملف، لحاله بيعمل لي close لهذا الملف. يعني with open temp.txt as temp file temp file.readlines with open اسم الملف as، وبحط اسم الاوبجكت. احنا زمان شو كنا نعمل؟ f1 بتساوي open، هلا with open as f1 بحط عكستها. temp file.readlines اقرا الاسطر، قرا الاسطر ب list، فمعناته محتويات الليست first line second line third line fourth line. ماشي، الاشي اللي كان موجود بالملف حط لي اياه داخل list. with open see bill file.txt fastly read as temp file، اذا with open افتح لي الملف as temp file، s1 بتساوي temp file.read line، اقرا السطر، print s1، S2 بتساوي temp file.readline print S2. أول وحدة قرأت السطر الأول طبعنا، ثاني وحدة قرأت السطر الثاني وطبعنا. طيب خلصنا، شايف على مستوى الويد عملت شغلة ثالثة، S3 بتساوي temp file.readline على مستوى الويد، هدول داخل الويد صح؟ معناته هون رح يعطيني ايرور. ليش؟ لأنه بما إني أنا خلصت من الويد، يعني هدول اللي داخله الاندنتيشن تبعهم لجوا شوي، فمعناته بس خلصت منهم رجعت لورا معناته لحاله عمل كلوز، فلو حاولت أقرأ من هذا الملف ما راح يقرأ بعديها. إذا ميزة الويد إنه خلص ما أعمل كلوز لحاله بيعمل لي كلوز. فلاحظ هون هاي الجملة راح تعطيني إيرور. ليش؟ لأنه على مستوى الويد رجعت عملت اقرأ، طب انا مش فاتحه خلص لحاله بيعمل كلوز، فهو مش مفتوح فما بقدر اقرا من هذا الملف. طيب كان عندي المره الماضيه على التي ملف هاي داتا 1، اوكي لو حكيت بدي اقرا محتويات الملف واطبعها على الشاشه with open، يفتح الملف اللي هو داتا 1 الموجود على الدي، داتا 1.txt يفتحه للقراءة. إذا with open داتا 1.txt fastly read as f1، فتحنا الملف للقراءة. four line دكتورة عند الار لازم quotation. شكرا يا خديجة. إذا فتحت الملف للقراءة، شكرا. as f1 هلا for line in f1 شو بدي أعمل لكل سطر ب f1؟ بدي أطبع هذا السطر على الشاشة، print هذا اللاين. إذا for line in F1 print للاين، بعمل run.
شو تعني محتويات الملف؟ طبع لي إياها على الشاشة. لو محتويات الملف بدي أقرأها من ملف وأطبعها داخل ملف ثاني، شو بكتب؟ With open d data one dot text فاصلة r as f1. بفتح الملف الثاني. With open ملف ثاني بدي أنشئه بنفس المكان إذا ما كان موجود. Data two dot txt فاصلة بدي أكتب فيه، إذا راح أفتحه ك write صح؟ with open as f2. شو بدي أعمل هسا؟ بدي أقرأ من الملف الأول وأطبع داخل الملف الثاني. for line in f1 print line فاصلة file equal f1. لا f2 بدي أكتب بf2. إذا فتحنا الملف الأول للقراءة، فتحنا الملف الثاني للطباعة، لكل سطر بالملف الأول اكتب لي إياه داخل الملف الثاني. هاي رن. عملت رن ما أعطاني أي شيء على الشاشة، لأنه أنا الأوتبوت بدي إياه داخل ملف اللي هو إيش؟ داتا 2. وين موجود؟ على الدي. هاي الدي، هاي داتا 2. إذا مش موجود من أول أنشأ لي إياه، إذا موجود فضالي محتوياته. إذا هاي محتويات الملف. نسخت سطر سطر من الملف الأول للملف الثاني، فصار عندك هاي أسلوب جديد. بإمكانك تستخدم هذا الأسلوب أو الأسلوب اللي استخدمناه المرات الماضية. إذا بإمكاني أستخدم ويب. طيب لو حاولت أحكي له، طبعا بتلاحظ إني شفت المحتويات بدون ما أعمل كلوز، خلص هو لحاله بيعمل كلوز، هو لحاله بيعمل كلوز. ماشي؟ لو حاولت بس خلصت مثلا هون بدي احكي له print f1 dot read line السطر من f1 وين حطيتها؟ على مستوى الود. هاي رن. شو اعطاني؟ اعطاني ايرور ولا لا؟ اعطاني input output operation on closed file. انت الملف عندك مغلق، كيف تعمل عملية input output؟ عملية قراءة او طباعة بملف اصلا تم اغلاقه. طب انا ما اغلقته، الود لحالها هي اللي بتغلق هذا الملف. اذا الود لحالها هي اللي راح تغلق هذا الملف. اذا هاي الجملة راح تعطيني ايرور. بينما لو كانت هون بعد ما خلصت الفور ستيتمنت ايرن، هل اعطاني هون ايرور؟ ما اعطانيش ايرور. بس لما بحكي له اقرا السطر واطبع لي اياه، اصلا ما فيش سطر. ليش؟ لانه خلصت محتويات الملف. فالريد لاين راح تقرا سطر فاضي ما في اي محتويات. برنت للاف 1 دوت ريد لاين راح يكون السطر عندنا فاضي. ماشي الحال؟ إذا هاي بالنسبة للويد ستيتمنت. هيك بيكون موضوع الفايلز انتهى، لأنه بعديها الاكسبشنز. هاي الاكسبشنز بطلنا نعطيها بالبايثون، صرنا نعطيها بالمادة اللي بعدها اللي هي الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. ماشي؟ إذا موضوع الاكسبشنز مش داخل معنا. ناخذ تمرين نطبق على الفايلز اليوم. شوفوا معي هذا السؤال، اللي مش مشغل جهازه يشغله لنشتغل عملي، عشان على نفس النمط المرة الجاي يوم الاثنين تشتغل انت. open file data 1 dot text for output write the following lines in it. This course is a special course. We take lectures from our homes. The reason for that is coronavirus. Don't worry, everything will be better. Sure. إذا بدي أفتح الملف for output. شو يعني for output؟ للطباعة. بدي أكتب هاي الأسطر داخله.
اكتب هاي الاسطر داخله. ممكن تستخدم اسلوب الويت وممكن ضلك ماشي على الاسلوب اللي احنا متبعينه. اوكي هاي عندي. F1 equal open. شو حاكي لي اسم الملف؟ open file data 1 text for output. open file 1.t. sorry data 1. data 1 نفس الاسم. data 1.txt. فاصلة. بدي افتحه لايش؟ للكتابة. for writing. إذا F1 equal open data 1.txt فاصل W. أو إذا بدك تستخدم الأسلوب الثاني with open data 1.txt فاصل W as F1. أنت حر تستخدم الأسلوب اللي بدك إياه. الفرق بينهم إنه الويد بتعمل close أوتوماتيكيا بينما هون أنت بإيدك تعمل close. نكتب محتويات هاي داخل هذا الملف. طبعا الملف هو ما حدد لي وين موجود. فأنت بتحدد المكان اللي بدك إياه. إذا بدي إياه بنفس المكان الموجود فيه برنامجي فمعناته بدون باث، بدون ما أكتب الطريق لإله، هو بنشئ لي إياه بنفس المكان اللي موجود في برنامجي. وهاي عندي داخل سبرينج، داخل CS111، داخل examples. أنا حاطة الملف اللي هو files exercise. طيب هاي سيف. ملفي هذا اسمه files exercise، معناته لما بحكي له open data 1.txt وانا مش حاطط الباث له رح ينشئ لي اياه في نفس المكان اللي موجود في البرنامج تبعي اللي هو وين انا حطيته، على الدي، على فولدر اسمها spring 111، على فولدر اسمها examples. طيب فتحنا الملف، هلا شو بدنا نكتب فيه؟ f1.write او برنت وبحط الجمل. f1.write ممكن اكتبهم بجمله واحده او كل واحده لحال زي ما بدك. هلا الرايت ما بتعطيني الانتر لحالها فانا راح احط له باك سلاش ان، اما البرنت راح تنزل الانتر لحالها. f1.write هاي السطر الأول، هاي السطر الثاني، هلا السطر الثالث، بعديها السطر الرابع. هيك كتبت الأسطر عشان يظهروا عندي قدام ال F1.close. هاي عملنا رن، ما اعطانيش اي ايرور. بدي اروح على المكان الموجود فيه ملفي. هلا وين موجود؟ انا حطيته جوا هون سبرينج، جوا CS111، جوا examples. في عندي داتا 1، هيو انشا داتا 1. دبل كليك عليه. هاي المحتويات. This course is a special course. We take lectures from our homes. The reason for that is coronavirus. Don't worry, everything will be better. طيب هاي محتويات الملف. خليني ابعث لك اياهم على الشات. انشئ معي ملف، اشتغل معي. اشتغل معي، حاول تشتغل معي.
حطينا المحتويات داخل الملف. هاي المحتويات بعثت لك اياها، حاول تشتغل معاي عشان تستفيد اكثر. هون بعد الباك سلاش ان ما بدي فراغ، طلع لي فراغ ببداية السطر. ليش؟ لاني حاطة بعد الباك سلاش ان فراغ. برجع مرة واتأكد هاي داتا 1، هاي اوكي، راح الفراغ اللي كان هون عندي بالبداية. دكتورة؟ نعم. بصير لو انه حطيت مثلا عرفتهم بأس variable وبعدين عملت لهم equal وعملتهم كنظام list، وبعد مثلا كل جملة حطيت slash n فاصلة وهيك لخلصت من أربعة، وبعدين حطيت f1 dot right lines وبين القوسين بحط f1، رح تطلع طبيعي يعني مثل هيك ولا لا؟ بصير يا خديجة، بس هيك أسهل يعني. والسؤال ما حكى لي إنهن موجودات بليست، فأنا بتقيد بالسؤال، حاكي لي اكتب هالجمل، كتبت الجمل مباشرة اللي حكيتيه صح مش خطأ، بس السؤال مش حاكي إنه تعامل مع ليست، ماشي؟ هو عبارة عن أسطر مباشرة، فكتبته بكل سهولة، يعني هيك أبسط أسهل من ما إني أحطهم بليست وبعدين أكتبهم داخل الملف. بدي أستنى دقيقتين عليك أقرأ الأسماء فيهم عبين ما إنك تحاول تبلش معي. طيب بدي تحاول تشتغل عشان تصير الأمور أسهل. هديل مشهور، أوكي هديل. ياسر محمود، ياسر، أشرف رياض، ليث سلامة، محمد ضرار موجود دكتور. أوكي يا محمد. لينا ماجد، لينا، رهف أسامة، سالم محمد، مؤمن محمود، موجود أوكي يا مؤمن. وديع جمال، عماد محمد، موجود دكتورة. أوكي يا عماد، وديع كمان موجود. طيب يا وديع. وديع موجود عادي دكتورة. اوكي. وئام سمير، وئام، ضياء الدين يوسف، رزان حسين، موجود دكتورة. اوكي رزان. ندى محمد، نعم. اوكي يا ندى. هبة مؤيد، هبة، عبد الرحمن خالد، موجود دكتور. اوكي عبد الرحمن. روان حيدر، موجودة. اوكي روان. عبد الله محمد، عبد الله. آلاء جمال، موجود دكتور. اوكي آلاء. خالد طه، خالد طه، موجود دكتورة. اوكي يا خالد. عمر طارق، عمر طارق. أوس زيد، موجود. أوس وصلك الإيميل عشان امتحانك صح؟ وصلني. ان شاء الله يوم حكينا الخميس الساعة 9 كنا حطيت لك. 9 مساء. على 9 المساء ان شاء الله. شاهد محمد، حاضر دكتورة. اوكي يا شاهد. إسراء محمد، إسراء. إيمان فائت، آية خلدون، جيلان فخر الدين، موجودة دكتورة. دانا محمد، نعم دكتورة. يا دانا. قمر رائد، قمر. لينا فادي، موجودة دكتورة. اوكي لينا. محمد ناصر، موجود دكتورة.
اوكي يا محمد. مرهف سامي، مرهف، منار هشام، موجودة دكتورة. ايه منار، مناف ابراهيم، ميسم علي، هندرين محمد، موجودة دكتورة. اوكي يا هندرين. هلا يوسف، سلام هاني، موجودة. اوكي يا سلام. خديجة زيد، موجودة دكتورة. اوكي يا خديجة. سجى سليمان، موجودة. اوكي يا سجى. صيبة هشام، موجودة دكتورة. اوكي يا صيبة. علي خليل، خليل يوسف، ليث وليد. دكتورة علي بعث على الشات انه المايك عنده. طيب اوكي شكرا. طيب يلا نكمل. الفرع الأول شو بيحكي لي؟ print the file contents on the screen، اطبع محتويات الملف على الشاشة. يلا مين يحكي لي شو أكتب؟ لازم بالأول أعمل له كلوز وبعدين أرجع أفتحه. أفتحه لإيش هلا؟ للقراءة ولا للكتابة؟ للقراءة. للقراءة. يلا مين يحكي لي شو أكتب؟ شو الجملة اللي أكتبها؟ مين يساعدني؟ يلا يا جماعة كيف أفتح الملف للقراءة؟ F1 equal open. جزء بده واحد يكتب F2 بصير عادي. طيب خلصت أنا من الجزء الأولاني، سميت الأوبجكت F1، بدي أسميها هلا F2 بصير. بدي أربط من أول وجديد، إذا أنت حر. data1.txt أنا خليته نفس الاسم F1. بدي أفتحه لإيش هلا؟ القراءة. إذا شو أحط هون؟ آر. آر صحيح. آر. إذا فتحناه، ممتاز خديجة وألاء. هلا فتحناه للقراءة. شو بدي أعمل؟ اطبع لي محتوياته على الشاشة. يلا شو أكتب؟ دكتورة مش المفروض أحكي S تساوي F1 دوت ريد. F1 دوت ريد. قرأت المحتويات كاملة خديجة مع بعضهم. ب string، وهلا شو حكت؟ print لمين؟ print الاس. الاس صحيح يا الاء. print الاس هاي رن عندي. شو اعطاني؟ جاب لي كل المحتويات وطبع لي اياهم على الشاشه. بجوز طالب ثاني يحكي انا بدي امشي سطر سطر. for line in F1، for line in F1، لكل سطر ب F1 اطبع لي هذا السطر على الشاشه. print F1 dot write او print وبحط فايل ايكوال اف 1. بصير هيك وبصير هيك، انت حر بالاسلوب اللي تستخدم. اما لو حكى لي اقرا لي اياه كليست، ساعتها شو رايح استخدم؟ ريد لاينز. ريد لاينز صحيح يا روان. اذا لو حكى لي استخدمها او اقرا كليست، ساعتها راح استخدم ريد لاينز. خلصنا الفرع الأول. هلا append your name and number as a new line in data1.txt. append شو معناها؟ مين بتذكر؟ إضافة. إني أفتح الفايل وأكتب عليه بدون ما يحدث منه شيء بالآخر بس. صحيح، بدي أضيف بنهاية الملف. صحيح يا خديجة وصحيح يا عبد الرحمن. بدي أضيف بنهاية الملف، فمعناته بدون ما يحذف محتويات الملف. أبند معناها بدون ما يحذف محتويات الملف. يلا شو أكتب؟ F1 equal. أول إشي خلينا نعمل له close. F1 dot close. خلص من هاي الجزئية. بدي أرجع أفتحه أعمل أبند.
افرض انه في اشياء يعني بينهم مش ضروري انه لساته مفتوح وبدي اكمل. هلا كان مفتوح للقراءة، انا بدي هلا اكتب داخله. اف 1 بتساوي open، شو بدي اعمل؟ data 1.txt فاصلة، شو احط هلا؟ ايه صحيح. اذا بدي اضيف بنهايته الاي، ما بتخليه يحذف لي محتويات الملف، هاي الفرق بين الاي والرايت الدبليو. طيب هلا بدي احكي له f1.write، او اذا بدك برنت بصير تكتب اسمي داخل هذا الملف، او حكي لي رقمك الجامعي، هاي رقمي الجامعي f1.close. بعد كل جزئية بعمل له كلوز. المفروض اني كتبت داخل الملف، بدي اروح على الملف بعد ما عملت ران، هاي داتا 1 اضف لي اسمي ورقمي، نعم هاي اسمي وهاي رقمي اضف لي اياهم بنهاية الملف. نكمل. reverse each line of input file data1.txt to an output file data2.txt. اذا كل سطر موجود عندي بdata1.txt بدي اعمل له ريفيرس، يعني اعكسه داخل الملف الثاني اللي اسمه data2.txt. اذا على كم ملف بدي اشتغل؟ على ملفين. الملف الاول راح افتحه لايش؟ data1.txt بدي اقرا منه، صح؟ اذا راح افتحه للقراءه. بينما الملف الثاني اللي هو data2.txt بدي اكتب داخله، بدي اكتب السطر معكوس، اذا راح افتحه للكتابه. اذا هلا بدي اشتغل على two objects. f1 equal open data1.txt read، فتحت الملف الاول للقراءه. هلا لازم اسمي اوبجكت ثاني لما يكون بدك تشتغل بنفس الجزئيه على ملفين، كل واحد بدك تربطه باسم اوبجكت مختلفه. اوبن عشان نميزهم عن بعض data2.txt فاصله رايت. انا ما عندي داتا 2 فمعناته هيك راح ينشئ لي اياه. كيف ما عندي اياه؟ ما عندي اياه هون بهذا الموقع، ما عندي اياه، انا ما حطيت باث، راح ينشئ بنفس المكان الموجود فيه ملفي هيو فايلز اكسرسايز. هون ما في عندي داتا 2، مع انه ما عندي راح ينشئ لي واحد جديد. شو بدي احكي له؟ لكل سطر، شو هو السؤال طالب؟ لكل سطر ولا المحتويات كامله؟ ريفيرس ايتش لاين، كل سطر اوف انبوت فايل تو ان اوتبوت فايل. كل سطر موجود بالملف الاول بدي اعكسه داخل الملف الثاني. اذا فور لاين ان اف 1 شو بدي اعمل؟ اف 2 دوت رايت، اكتب احط اللاين زي ما هو ولا بدي عكسه؟ عكسه. اذا نقطتين راسيات، نقطتين راسيات ماينس 1، صح؟ اذا بدي اخذ سطر سطر اعكسه واطبعه داخل الملف الثاني. f2.close اغلق لي هاي رن. نتأكد، بنروح على الملفات، هاي داتا 2 موجود، هاي طلع معي معكوس، هاي بلش من النقطة. This course is a special course. We take، طبعا بلش من الباك سلاش ان. We take lectures from our homes. The reason for that is corona virus. طب وين السطر اللي أضفناه اللي هو فيه اسمي؟ في هون سطر المفروض في اسمنا. هاي جاي على نفس السطر. يعني عاملي هون باك سلاش ان. هون ما فيش باك سلاش ان. لما عكسه ما في انه انهي سطر، بحطه جنبه. هاي عندي رن، بدي ارجع على الملفات، هاي داتا 2
هاي بتلاحظ هاي الملف هاي السطر معكوس ماشي الانتر اثرت معي نهايه السطر الانتر صح طلع بلش لي من الانتر بالطباعه هون لما ما كان في انتر اجوا جنب بعض بينما لما حطيت الانتر بلش لي لما عكس السطر اول شيء عمل الانتر نزل سطر وبعدين عكس لي بقيه الاحرف اذا هاي الريفرس كيف طبقناها لكل سطر F2 dot right line نقطتين رأسيات نقطتين رأسيات minus one نكرر مش ضروري يكون اسمه line أي اسم متغير بس للتوضيح احنا بنسميه line سميه أي اسم بدك إياه الاسم اللي بتستخدمه هون ارجع استخدمه هون الفرع اللي بعده print the contents of the output file data to the text on the screen محتويات الملف اللي هو F2 اللي هو data 2 sorry للتكست بدي اطبعه على الشاشة اذا بصير اسميه F1 اه بصير انت حر عشان ما نلخبط خليته F2 بس مش ضروري يكون F2 F2 equal open الملف الثاني data 2.txt فاصلة بدي افتحه لايش هالمرة بدي اقرا منه عشان اطبع على الشاشة اذا فتحته للقراءة F2 equal open data 2.txt فاصلة read اوكي طبع لي محتوياته على الشاشة S بتساوي F2 dot read أو بتمشي سطر سطر زي ما بدك وبرنت ال S هاي عندي run هاي طبع لي محتويات الملف الثاني على الشاشة بدي أغلقه F2 dot close خلصنا print the contents of output file هلا هون count how many lower letters من A ل Z in each line of the input file data 1.txt and print in an output file اللي هو data 3.txt the line number and number of lower letters in it إذا بدي أعد count how many lower letters كم عدد lower letters in each line of the input file بكل سطر من الملف الأول اللي هو data 1 هلأ وين بدي أطبع بملف جديد اسمه data 3 مش نفسه data 2 واحد ثالث print in an output file رقم السطر number of lower letters in it بدي أعد كم عدد lower letters بهذا السطر بدي أشتغل على كم ملف ملفين صح؟ واحد اللي هو داتا 1 واحد اللي هو داتا 3 يلا راح افتح ملفين واحد للقراءة واحد للطباعة هاي الملف الأول داتا 1.txt للقراءة F2 equal open داتا 3.txt فاصلة write تحت الأول عشان أقرأ منه الثاني بدي أطبع داخله بدي لكل سطر أعد كم عدد small letters for line in F1 تأكد من السؤال count how many lower letters in each line إذا بدي أشتغل شغلي على كل سطر لو حكالي بالملف كامل بشتغل على الملف كامل صح؟ S بتساوي read line وبشتغل على هاي read sorry F1 dot read وبشتغل على هاي الأس بينما هو بده لكل سطر فعمل دوران بدي أخذ سطر سطر كيف بدي أسأل هل هذا الكاركتر small letter ولا لا كيف أسأل هل هذا الكاركتر small letter ولا لا طيب for line in F1 هو في فكرة دكتورة بس طويل شوي اني اعمل count لكل الاحرف لكل الاحرف سواء capital او small لا بس small لانه انا طالب small بدي اعيد كل حرف بس هي طويلة يعني او بسأل عن ايش عن هذا الحرف هل هو small ولا لا
كيف بدي أسأل عن هذا الحرف هل هو small ولا لا؟ أول إشي أنا حكيت for line in F1 لكل سطر، بدي أحكي for character in line. إذن شو عملت؟ for line in F1 لكل سطر بF1، for character in line لكل character بالline أو لكل element بالline، زي ما بدك سمي التسمية اللي بدك إياها. إذا مشيت سطر سطر، بكل سطر مشيت حرف حرف. طيب بدي أسأل هل هذا الحرف small letter؟ طلع معي. ممكن أسأل if e dot is lower، هل ال e dot is lower يعني هل هي small letter؟ تذكروا لما أخذنا الجدول بالسترينج حكيت لك is lower و is upper، هدول ممكن تحتاجهم، أعطيني true أو false، هل هذا الحرف capital ولا لا؟ if e dot is lower، إذا كان الحرف lower فمعناته شو بدي أعمل؟ أدلية. طيب إذا كان هذا الحرف small letter أدلي إياه. طب أنا هاي ما بعرفها is lower، شو بسأل؟ هل الكاركتر هذا أكبر أو يساوي الـ A small and الكاركتر هذا الـ element أقل أو يساوي الـ Z small؟ بدون ما أحول للـ ask له، هو لحاله بحول لي. أسأل هل الـ element أكبر أو يساوي الـ A and الـ element أقل أو يساوي الـ Z؟ إذا كان بين الـ A والـ Z شو بدي أعمل؟ أدل لي إياه، صح؟ إذا بدي أعده لهذا الحرف C plus equal 1. طب وين أعمل initialization لل C؟ وين أحط إنه C بتساوي صفر؟ ال C عبارة عن عداد، وين أحط إنه بيساوي صفر؟ مش واضح الصوت؟ ألا هلا وين أحط؟ لو أنا بدي لكل الملف كان حطيت هون، صح؟ بس أنا بدي بعد كل سطر يرجع يصفر لي العداد من أول وجديد، إذا أنا بدي أحطها هون. ليش؟ لأنه بعد كل سطر لازم يرجع يصفر لي العداد عشان أعد للسطر الثاني. نجرب. إذا for element in line، إذا كان الـ element أكبر أو سامعيني؟ آه دكتور. لأنه فصلت النت مش عارفة. يلا for element in line. لا مش دائما بوضح الصوت عندك. ما سمعت شو حكيتي. طيب خليكم معي. for element in line، إذا كان هذا الإلمنت أكبر أو يساوي الـ A and الإلمنت أقل أو يساوي الـ Z، معناته C plus equal 1، تزيد العداد بواحد. وهون بدي أحكي له بس أخلص من إمبلا، هون بس أخلص من السطر كامل print، بدي أطبعها على الشاشة بالأول يا جماعة وبعدين بس أتأكد، بدي أطبعها داخل الملف print لـ C. هاي رن، شو أعطاني؟ السطر الأول فيه 25 small letter، السطر الثاني 25، السطر الثالث 22، السطر الرابع 29، السطر الخامس 8. خلينا نتأكد من السطر الخامس. 1 2 3 4 5 6 7 8، مظبوط هيهم 8. إذا استثناني البي كابيتال، استثنى الاتش كابيتال، استثنى الفراغ، استثنى الأرقام، عدل لي كم عدد small letters بكل سطر. لو حكي لي السؤال اطبع لي العدد على الشاشة هيو هيك، بس السؤال ما بده على الشاشة، السؤال شو بده؟ بده يطبع داخل الملف. إذا C بدي أوجهها للملف file equal F2، صح؟ بدي أكتب داخل الملف اللي اسمه F2، إما بستخدم print أو F2.write. طيب شو بده أطبع له كمان؟ رقم السطر line
فاصلة بدنا رقم السطر. إذا بدي أحط هون عداد للسطر line count equal one. اطبع لي line قيمة line count رقم السطر ماشي. بعدين بدي احكي له has see small letters ووجه الكتابي لفايل equal أكتب. إذا حطيت عداد كانت قيمته الابتدائية واحد for element inline. إذا كان الحرف هذا capital small letter عد لي إياه. بس خلصت من السطر كامل كتبت print line line count has العدد small letters. بس خلصت من هاي الجملة راح أزيد line count بواحد عشان أعرف إنه هذا السطر الثاني. نتأكد. خلينا أشوفه بالأول على الشاشة قبل ما أوديه على الملف. هاي رن. شو أعطاني؟ line 1 has 25 small letters. line 1 line 1 إذا في عندي غلط. وين الغلط؟ مقدار الزيادة هون لازم يكون على مستوى مين؟ لاين طبعا انه السطر الاول هلا لاين. طيب لو بلشت هون بصفر وخليت مقدار الزياده هاي بلشنا بصفر هلا حكيت له بس خلصت من الاف ستيتمنت هاي هاي عندي زيد العداد بواحد صار رقم السطر واحد. بعدين لما بمشي بالسطر الثاني بعدين زيد العداد نجرب هاي رن لا وين المشكلة عندي line one for line in F1 line count equal zero. يعني أنا I plus equal one. قال لي line count في الأول قبل الفور كلها. لكل سطر لأني بدي إياها نجرب هيك. line count equal zero. أول إشي رقم السطر صفر. بعدين line count plus equal وين صرنا بالسطر واحد فور إلى مثلا لاين اشتغل وبعدين برنت نشوف هاي هيك زبطت معنا. أول إشي بلشت أنا هون صفر بصير أبلش بواحد وخلي line count plus equal one. بعدين المهم وين إجت على مستوى الفور statement. إذا line count equal zero لكل سطر شو عملت؟ حطيت العداد تبع السمول لتر zero حطيت line count plus equal one زيد العداد بواحد تبع عداد الأسطر. هلا عندي السطر الأول for element in line لكل حرف. هل هذا الحرف بين الـ A capital والـ Z capital؟ إذا بين الـ A capital والـ Z capital عد لي إياه ماشي. خلصت من الفور كاملة طبعت رقم السطر وكم عدد الـ small letters داخله. إذا بدي هاي الطباعة تكون داخل الملف إذا file equal F الطباعة تكون داخل الملف. اوكي الطباعة هاي بدنا اياها تكون داخل الملف وبس خلصنا f1.close f2.close عشان يغلق لي الملف بس اشتغل عليه كمان مرة يرجع من بداية هاد الملف. هاي run وهاي عنا data 3 هي أعطاني line 1 has 25 small letters line 2 has 25 small letters line 3 has 22 small letters line 4 has 29 small letters line 5 has 8 small letters. إذا الإشي اللي كان طابع لي إياه الشاشة حول لي إياه هسه على الملف.
لو كان السؤال عد لي الكابيتال، اسال اذا الاي اكبر او تساوي ايش؟ اي كابيتال، اند الاي اقل او تساوي ايش؟ زد كابيتال. لو كنت بدي طول السطر شو ما كان، كابيتال سمول، احرف، فراغات، كان طبعت اللين لهذا السطر، صح؟ كان طبعت اللين لهذا السطر. لو بدي الفاولز احرف العله بحطه ضمن سترينج وبصير اسال هل الحرف عندي، اذا فور إليمنت ان لاين، هل الإليمنت ان هدول الفاولز؟ ماشي، بعطيك انا افكار عشان تستفيد لاسئله مختلفه. دكتورة نعم أيوة تفضل. كيف ننفذها باستخدام إزلاور؟ تنفيذها باستخدام إزلاور، إزلاور بدل ما أكتب هاي الجملة if e dot is lower، هل الـ element small letter؟ إذا كان small letter شو بدي أعمل؟ عد لي إياه. طيب هاي رن ما أعطاني ايرور، بدي أروح على الملف، هاي داتا 3، هاي نفس المحتوى. اوكي إذا بس الحرف دوت إز لور. ما تنسوا إنه في دوران للسطر، في دوران داخله لمين؟ للحرف اللي داخله. فور إيليمنت إن إيش؟ إن السطر اللي أنا استخدمته هون. نفس المسمى. الفرع اللي بعده عن ايش؟ عن السيرش. سيرش فور ا وورد ان ذا انبوت فايل داتا 1 دوت تكست اند برنت ذا كاونت اوف اوكيرنسز اوف ات اون ذا سكرين. اذا بدي ادور على كلمه معينه، سيرش فور ا وورد ان ذا انبوت فايل داتا 1 دوت تكست اند برنت ذا كاونت اوف اوكيرنسز اوف ات اون ذا سكرين. اذا ما حكى لي بكل سطر، هون بده يشوف بكل المحتويات، يعد لي كم مرة موجودة كلمة معينة. طيب مثلا word equal input enter word to search for، بدي أدور على كلمة معينة قرأتها قراءة عشان أعمم برنامجي يكون أعم. طيب إذا قرأت كلمة بدي أدور كم مرة موجودة داخل الملف اللي هو F1. F1 equal open data1.txt فاصلة read. حكي لي السؤال بإيش؟ في F1 بسوري data1 search for word in the file data1.txt and print the count of occurrences of it on the screen. بدي أطبع عدد مرات حدوث هاي الكلمة على الشاشة. طيب كيف بدي أفكر فيها؟ بعمل جملة دوران، بحكي مثلا for line in F1. For line in F1. بس لازم أحط قبلها عداد لأنه هو بده برضو عددها. عددها إذا C بتساوي 0. تمام، تحت بحط C plus equal، بدي أحولهم إما كلهم capital أو إما كلهم small، يعني في حال كان في اختلاف، ولا ما أحولهم ما في داعي. خلاص إذا مش طالب ما فيش داعي أحول الكلمة زي ما أنا بدي أكتبها. مثلا بدي كلمة is small letter، دور لي على is small letter. طيب شو أكتب هلأ؟ بحكي for word in line، for مثلا x in line. راح تاخذ لي هاي الاكس، راح تاخذ لي حرف حرف. هتزبط معي صح؟ صح راح تاخذ لي حرف حرف، ما راح تزبط. نعم يا آلاء. دكتورة تفضلي. لا بطل الصوت واضح عندك. آسفة آلاء الصوت مش واضح عندك. طب نتذكر السيرش اللي شفناه المرة الماضية، شو كان يعمل المرة الماضية؟
شفنا مثال بالسلايد على السيرش. شو عمل فور لاين؟ أول إشي شو السؤال كان؟ Write a Python program to open file and by using for loop to search for this word in every line. بدي أدور على كلمة this. لكل سطر إذا كان في كلمة this اطبع لي هذا السطر. فشو عمل؟ حط لي الكلمة اللي بده يدور عليها اللي هي this. حط على that for line string in I file if search string in line string. شوف كيف سأل عنها. If search string in line string. هل الكلمة اللي هي الword عندنا احنا موجودة بهذا السطر؟ إذا موجودة معناته اطبع لي هذا السطر على الملف الثاني. ماشي؟ اوكي؟ إذا شو بدنا احنا نعمل؟ إذا ما بدي أمشي كلمة كلمة، سوري ما بدي أمشي حرف حرف. هاي الفور مش حتشتغل معي، لأنه لما آخذ فور اسم متغير إن اللاين راح يمشي لي حرف حرف. طيب. ممكن ايش استخدم زي ما هو بيستخدم if word in line اذا كانت الword موجوده بالسطر شو اعمل c plus equal 1 ادي لي اياه طيب احنا عندنا ما بده لكل سطر بده اياهم كلهم مع بعضهم برنت c هاي رن انتر وورد تو سيرش فور بدي ادور على كلمة is كم مرة وجد is وجدها مرتين اتوقع المفروض اكثر is موجودة هون هل عدها هاي ولا لا وين عندي is كمان هاي ها is طيب بدي احط هون is بدي احط هون is أيضا بدي أدور على كلمة is طلع لي إياها ثلاث معناته هاي ال is ما عادها ما أخذ الكلمة كاملة أوكي if word in line هل ال word موجودة بهذا أخذ الكلمة بالسطر لأنه أخذ سطر سطر ماشي عدل لي على مستوى السطر كم سطر في كلمة is هذا السطر في كلمة is هيها هذا السطر في كلمة is وهذا السطر في كلمة is ماشي بغض النظر كم مرة تكررت ال is بالسطر ليش لأنه أنا محاكي له بكل سطر إذا موجود الكلمة عدل لي إياها طيب بكل سطر إذا موجود الكلمة عدل لي إياها هون لو كنت أنا بدي أشتغل على مستوى السطر لو كنت بدي أشتغل على مستوى السطر طيب لو حكينا لو بدي أخذ المحتويات كاملة مع بعضهم S بتساوي F1.read قرأت محتويات الملف كامل وهلا بدي احكي له خلينا نجرب نستخدم الكاونت print s dot count لمين مش الاس هاي عباره عن string ادل لي بهذا السترينج كم مره موجود الword تتذكروا الكاونت بعد إذا S بتساوي F1.read اقرأ لي كل المحتويات. print S.count الword عدل لي كم مرة موجودة هاي الword؟ هاي run دخل الكلمة دخلت كلمة is هاي enter كم مرة أعطاني إياها؟ هلا اشتغل معي صح أعطاني إياها خمس مرة أعطاني إياها خمس مرة ماشي؟ إذا أنا شو عملت؟ حكيت له عدل لي كم مرة موجودة كلمة is طيب فعم استخدمت الكاونت استخدمت الكاونت ممكن اقسم محتويات الملف بليست واعد على هاي الليست برضه بصير استخدمها كليست اتعامل مع ليست بس هيك اسهل
ماشي، إذا هيك أسهل لنا. هلا print on the screen the first five characters of each line of the input file. بدي أطبع أول خمس characters على الشاشة. يلا على السريع ما ضلش معنا وقت. هاي f1.close بدي أفتحه هلا. f1 equal open data1.txt فاصلة بدي أفتحه للقراءة. فتحنا الملف للقراءة. اطبع أول خمس أحرف من كل سطر على الشاشة. four line in F1 print line of ايش؟ بدي أول خمس أحرف. then line دوتريد بعدين فاي بين القوسين. لاين ايش؟ يعني هي اللاين عندنا عبارة عن هيك بدك يعني هيك؟ أي لا أنا كان قصدي إنه أحط مثلا اس فاريبل وأحكي اف1 دوت ريد وبعدين أحط خمسة بين القوسين بالشكل بيطلع لي أول خمس كاركتر. مرة ثانية يا خديجة. لما احكي اس تساوي اف1 دوت ريد بس بده ايش؟ print on the screen the first five characters of each line لكل سطر. لكل سطر. سطر صح؟ لو استخدمت هاي line وبين اقواس خمسه بهذا الشكل هاي صح ولا خطا؟ تعتبر خاطئه يعني هي المفروض هاي خطا. خلينا نتاكد. علق شوي. هاي انتر وورد هاي از اعطاني خطا على هاي. طيب لما بنحكي احنا بدنا اول خمسه كاركترز تذكروا كيف بشتغل على السترينج. لو حطيت هون خمسه شو راح يعطيني؟ صح من صفر لاربعه. لاين اوف خمسه راح يعطيني اللاين من صفر لاربعه. نتاكد. من صفر لا خمسة. هاي عندنا this واحد اثنين ثلاث أربعة مع الفراغ هاي خمسة. السطر الثاني we فراغ ta هاي خمسة. the فراغ r هاي خمسة. don't هاي خمسة. ماشي. باسم هاي خمسة. إذا عملت كأنه string. ما هو string أصلا كل سطر عبارة عن string. أخذت أول خمسة characters منه من صفر لحد خمسة. أخذت أول خمسة characters منه. ماشي عملت slicing. خلصت المحاضرة يعطيكم العافية. إحنا already خلصنا التمرين والحمد لله. يوم الاثنين إن شاء الله بيكون تمرين زيه على نمطه يعني وبيكون واجب يعني. وكمان بيكون غالبا رح اعمل لك كمان كويز على الساعة 9 من المساء برضه بموضوع الفايل عشان نكون خلص انهينا الفايل نهائيا. يوم الاربعاء ان شاء الله بنبلش بموضوع جديد اللي هو الفانكشنز. يعطيكم العافية. خلوني اطلع لو سمحتوا.